السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف العادة فيديو جديد، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما كتعرفوا دابا وقت التفاح، قلت علاش لا ما نشارك معكم هاد الكيكه هذه اللي كتجي زوينه وصحيه وراقيه في نفس الوقت، بالتفاح هكايا محكوك والمكسرات، وكتجي صراحه زوينه من الداخل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. في المقادير غادي نحتاج كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت المائده، كاس ديال سكر سنيده، جوج بيضات، واكيد الدقيق حسب الخليط، وجوج خمارات حمرين، وواحد فانيليا، واحد معلقه ديال الخل. هادو هما المقادير ديالنا اللي هما بسيطين بزاف. غادي نمروا لطريقه التحضير. في واحد الاناء غادي نكسر جوج ديال البيضات، وغادي نضيف ليها كاس ديال سنيده ولا السكر الخشن على حسب كل واحد واشنو كيقول له، وغادي ندير واحد رشه ديال الملحه، واحد ساشيه ديال الفاني. هنايا ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي، ممكن تخدموا بالمولينكس ولا الماكينه ديال العجين. المهم ضروري هنايا من شي حاجه هكايا الخلاط، باش هكا كنضاعف الحجم ديال هذا الخليط هذا، حتى كيولي بيض وطالع كما غادي تشوفوا في لا فيديو. خليكم معايا. كنضرب حتى كيولي الخليط ديالي على هذا الشكل هذا مضاعف، واللون ديالو ابيض، وداير هاد الفقاعات. غادي نزيد كاس زيت المائده، وغادي نزيد كاس من الحليب، يعني الحليب يكون ما يكونش بارد، يكون في حراره المطبخ. دابا كاع مع الحال بارد، من الاحسن تخلوه دافي شويه، ماشي بزاف انما هي شويه. وهنايا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نخلط بالخلاط الكهربائي بطبيعه الحال. غادي نخلط مزيان صافي. من بعد كنبقى نزيد الدقيق والخميره كما غادي تشوفوا في الفيديو.
خلطت الكيك ديالي. اختاريت انا هذا المول، واخا من التحت ماشي سامبل ولكن كيعجبني انا بزاف هذا المول هذا، كتجي فيه الكيكه يعني شاده في راسها مزيان وزوينه في الدوره ديالها وكل شيء. هنايا كنطلعوا يدينا هكا باش يطلع كما كتشوفوا ديما الكيكه باش تجيكم طالعه، دائما طلعوا الخليط باش يدخلوا الهواء وتجي طالعه في القياس اللي بغيتو تماما. وهنايا كنضربوا شويه بالمول على هذا الشكل، كنحيدوه جانبا. غادي نوجد معكم الحشوه اللي غادي نديرو من الفوق اللي فيها المكسرات اللوز والقرقاع مقطعين على هذا الشكل هذا، وواحد العصير حامضه وجوج تفاحات كبارين اللي غادي نحكهم في الحكاكه ديال مطيشه من الجهه الغليظه. وهنايا منين غادي نحك التفاح وغادي تشوفوا كيفاش غادي نديرو الحشوه اللي غادي نعمرو بها هذه الكيكه ديالنا. صراحه حشوه اللي هي مغايره تماما على الكيكه ديال التفاح العاديه اللي كنعرفو. خليكم معايا. غادي نزيد ليه واحد ساشيه ديال الفاني، غير ساشيه وحده. ممكن اللي بغات تستغنى على الفاني دير معلقه ديال السكر سنيده. وغادي نديرو انا درت الفاني وواحد حامضه معصوره، ودوك المكسرات اللي فيهم اللوز وهذا والقرقع غادي نخلط التفاح مع دوك المكونات هكايا. هنايا خلطتهم بالمعلقه، ولكن اكيد من غادي نديرهم فوق الكيكه لا بد ما نديروهم هكا غير بيدينا، لحقاش من غادي نجيو نديروهم هكا بالمعلقه غادي يبقاو يجوا محطوطين في بلاصه واحده. هكا من الاحسن يدينا كنفرتتوهم هكا على الكيكه كما غادي تشوفوا في الفيديو. وهاد الطريقه هذه غادي تجيكم الكيكه ديالكم كاملها يعني جايه متساويه في الحشوه كما غتشوفوا دابا في الفيديو. من الاحسن هاد الطريقه هذه، الحمد لله يدينا نقيين. وهكا كتجي كما قلت لكم الحشوه ما كتجيش من جهه وحده ولا تجي كثيره من واحد الجهه واحد الجهه كاع ما فيها. غادي نديروها على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ندخلوها الفران ونتلاقاو في صحن التقديم باذن الله. ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي من الداخل غزاله ويا سلام، ومن برا راه كلشي كيبان في الفيديو. كيكه كتشهي بكل صراحه، وفي المذاق بلا ما نعاودش لكم جربوها وردوا عليا في الكومونتير، والله ما غاداش تندموا. غادي تولي عندكم هذه هي الكيكه ديال التفاح اللي ديما معتمده، يعني الكيكه الاولى اللي كنستفوا عليها التفاح صراحه داز تديم مضات شويه، وهذه كتجي رائعه وراقيه. ما عرفت واش ذكرت لكم بلي انا زينتها هنايا بخطوط من الشوكولا اللي ذوبتها غير في الباماري هكا مع شويه ديال الحليب. و الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ونتلاقاو.